مشاهدينا الكرام، صباحة الجمعة مازالها متواصلة. احنا دايما كما قلت لكم نجيب لكم فئات مختلفة من بلاطو صباح الجمعة، ربما حرفيين، أصحاب شركات، موهوبين، يعني من كل الفئات، فنانين، يعني فئات مختلفة. احنا هذه الفئات المختلفة انتوما اللي طلبتوها وانتوما اللي راكم تحوسوا كل هذا الفئات، احنا نوصل لكم كامل وش راكم حابين تشوفوا انتوما وتعرفوا وش كاين في بلادنا، بلاد الغنية بالثروات تاعها. اذا يحضر معي هذا الصباح اللي راح نقول لكم عليه صباح جمعة مبارك علينا وعليكم على كل الأمة الإسلامية. يحضر معي السيد حسام. حسام، حبينا نعرفوا شكون هذا، نعرفوا اكثر. مسير شركة فوكاسيا. اهلا وسهلا ومرحبا بك معنا السيد حسام، جمعة مباركة وشرفتنا بحضورك. السلام عليكم، صباح الخير عليكم في كل مكان، جمعة مباركة لكل مشاهدين الأكارم حيثما كنتم. حسام هو شاب جزائري مارس تجارة بيع سيراميك. في الأول هو بدأ كعامل بسيط جدا، كنا نخدمه في الامبورتاسيون، امبور اكسبور في لافايونس دال دو سول توجور. كنا نجيب السلعة من اللي كنت نخدم معاه، كان يجيب من لاشين ومن اسبانيا، حتى انه كان يجيب من الهند كذا سلع. من بعد احنا ما الدولة تاعنا خلقت لنا جو جديد مع حكاية جديدة، انه السيراميك هذا لازم يكون منتوج جزائري، والحمد لله عاودنا كامل داركنا هذا الامر ودخلنا في البضاعة الجزائرية، بدينا نسوقوا فيه. في البداية كانت مش مفهومة، ما كناش عارفين وش راحين نخدمه وش راحين نبيعه، لأنه كان الفارق واضح. لكن مع في وقت وجيز جدا المصانع تاوعنا الحمد لله تطوروا بشكل رهيب مع تكنولوجيا جديدة، مع جودة عالية، اللي خلتنا نركزوا على المنتوج الوطني هذا ونخدموه. وكتاجر جزائري انا عجبني الحال وبديت نطور في هذا المجال، بحيث اني تعاملت مع العديد من المصانع، ما بقيتش زعما نتعامل مع مصنع ولا زوج، والحمد لله رانا عندنا مصانع في كل ارجاء الوطن. النهار الاول تشهرت هذا المجال تاعنا، هذا فايونس شهر في مدينه باتنا، اللي كان لها الحظ انها تسوق لنا منتوج ذو جودة عالية ينافس المنتوج الأوروبي وحتى المنتوج الصيني إن شاء الله، ومازال رانا نوجد ما خير إن شاء الله. ومن بعد توسعت الفكرة، دوك رانا نشوفوا مصانع جديدة مشيت بقوة، كما مثل المصانع اللي فتحت في سطيف، اللي فتحت في وهران، اللي فتحت حتى في بسكرة، رغم صعوبة الطقس والمناخ ثم، وكان كاين هناك مصنع يخدم تكنولوجيا عالية كذلك في وهران. كذلك كنا نعرف وهران غير في السياحة في كذا، دوكا وهران راهي ثاني دولة مصنعة، راهي ولاية يعني مصنعة، يعني ولاية تجارية 100%. دوكا احنا دوكا كي بدا الدومين تاعنا هذا، كان بعض المصانع موجودة بتكنولوجيا بسيطة. في وقت وجيز جدا تمكنوا فئة، نقدر نقولوا فئة شبانية، هذو الرواد المصانع معظمهم شباب اللي راهم شادين المونوبول، كيما الوزين تاع غالاسيرا في سطيف، ولا الوزين تاع الكونفور في بسكرة، ولا الوزين تاع سيجيا، ولا حتى تموشنت. عين تموشنت قليل يعرف بلي كاين مصنع ثم، مصنع يخدم كفاءة عالية. الثاني شاب كيف اختاروا هذه المهنة وطوروا في المنتوج حتى عاد ينافس، حقيقة ينافس المنتوج الأوروبي ولا المنتوج الإسباني. كي نشوفوا احنا الحبة تاع مثال تاع دالدو سول ولا تاع لافايونس في المنتوج تاع بلادنا ونقارنوها بالمنتوج المستورد، سبحان الله نصيبوا اختلاف قليل، وبالك كاين حتى لي موديل اللي راهم خير منهم.
نقدروا نقولوا بلي خير منهم، باسكو كاين نوعيه حتى المنتوج الاوروبي فيه نوعيات، فيه لاوت غام، كاين المويان غام، كاين اختلاف على كل حال. والحمد لله ثاني الحاجه اللي مشات بقوه ثاني في هذا المجال ان كانت تشكيله متنوعه، اشكال وانواع، ثم تطورنا من ناحيه النوعيه ومن ناحيه التشكيله، زعما كاين اشكال وانواع دوكا في الارضيات. الارضيات فقط كاين، نبداو من 30 ل 45 ل 60 الان 60، وكاين في الباركي انواع ثاني كذلك. في الباركي ثاني كاين انواع مختلفه جدا، نجيو نذكروها ثاني. حنا كي رانا نخدمو كل وزين عنده تقريبا 100 موديل، ثم حتى لو تحبي تخدمي مع وزين واحد ما كاش كيفاه، لازم نخدمو مع هذا نسبة 20% سبيل المثال، مع هذا نسبة 80%، مع هذا 40%، باش نقدرو نديرو كيما نقولو سوق متنوع. كيما رانا نخدمو حنا دوكا في مؤسسة فوكا سيرام اللي راهي تتعامل مع تقريبا 20 مصنع، كل مصنع نخدمو معاه كمية معتبرة في نفس الوقت، ونخرجوا السلعة، نعاودوا نزيدوا نجيبوا سلعة أخرى ونطالبوا، والسوق مفتوح والحمد لله ونجح. والحاجة اللي خلتنا باللي نعرفوا باللي زعما المنتوج الوطني باللي راهو نجح هو البضاعة الخارجية اللي تكدست في مختلف المخازن. دوك رانا احنا خدمنا لامبورتاسيون قبل، وجماعة اللي نعرفوهم صحابنا اللي عندهم مازالوا يخدموا لامبورتاسيون، ما دخلوش في اللوكال، مازال ما دخلوش في اللوكال، راهم يعانيوا باللي ما كاينش تسويق للبضاعة المستوردة. المشكل حتى عاد تتباع بالثلث تاع السعر تاعها. على سبيل المثال كان لافايونس باغ اكزومبل تاع اسبانيا معروف 2060 هذيك ديمونسيون هذه اللي تشهرت بور لي سال دو بان ولا لي كويزين، كانت تتباع قرابة ال 2000 دينار حتى ال 1800 دينار. دوكا رامي بروبوزيو فيها ب 600 دينار، 500 دينار، 400 دينار، وما كاينش اللي يديها. علاه؟ لانه دوكا الحمد لله السوق راهو تشبع بالمنتوج المحلي، واللي خلاه زعما يدفق بقوه. حتى المواطن الجزائري خلاص شاف الريزولتا تاعو. عندنا احنا بعض المصانع انهم عادوا يبيعوا بضمان، احنا كنا نعرفوا الضمان في الاجهزه الكهرومنزلية والأجهزة الميكانيكية. أكيد يقولك أكيد. إيه دوك إحنا في المجال السيراميك يحكي معك مولوزين، يقول لك أنا عندي ضمان نمشي معك وين تحب، خلينا العيوب يكونوا بعض العيوب بدك في السيراميك ومادة يعني كالزجاج، لما يكون حاجة خدش خفيف يكون كذا يكونوا من بعض العيوب، بس ما مشي الكاملة، الكمال لله. بصح كمنتوج متكامل اعطى بعد مليح، سواء في الكوتي تاع لو بوا تاعو، تاع ريزيستونس، في الكوتي تاع لا بريونس، في الكوتي تاع لا فينيسيون، الحمد لله تما اعطى استجابه مليحه وروم بلاصة تاع الصح. نقدروا نقولوها زعما بالفم المليان باللي روم بلاصة المنتوج المستورد، واللي خلات دوكا كاع لي شونتي تاعنا يخدموا بالمحلي. وقت فات كان حنا كنت في لونتربريز، يقول لك نوعيه ممتازه خارجي، يقول لك امبورطاسيون، يكتبها لك في الكاي تشارج. دوكا لا دوك محلي وبقوه، وكاين في بلايص شابين في لي زوتيل. حنا دوكا راهم يقضيو علينا لي زوتيل، حتى لي زوتيل 5 ايطوال يجي يقضي عليك منتوج محلي. ما شاء الله، يعني المنتوج تاعكم يعني وصل لكل ولايات الوطن. وصل لكل ولايات، وحتى احنا المصانع تاعنا مادامهم كاين في الشرق وكاين في الغرب، تسمى راهو سوق مفتوح. سلعة يعني الشرق تروح للغرب وسلعة الغرب تروح للشرق. نتعاملوا مع جميع المستويات، من المواطن العادي حتى الانسان كيما نقولوا البروموتير ولا المقاول، والله الانسان حتى اللي راح يكسبورتي. تعاملنا مع ناس ثاني يتعاملوا في مجال الاكسبورتاسيون، دولة ليبيا، دولة موريتانيا. احنا كتجار الجمله بعنا لهم وهما اللي صدروا، وحنا ان شاء الله ثاني نسعى مع الوقت ثاني احنا نشوف مجال التصدير كيما راه ماشيين المصانع.
هو دوك التصدير حاليا راه المصانع هما اللي راهم يصدروا، كل واحد يصدر البرودوي تاعو العديد من الدول. تقريبا دوك عاد كيما دولة ليبيا ولا دولة موريتانيا ولا دولة هذو الدول الجوار راهم اجور معنا دوك مع المصانع تاعنا، راهم راهو لا بروغرام، ما بقاش زعما تاع كوطا وديلو بعدها وحده، هادو يشرو كيما حنا كيما السوق المحلي راهو يغطي هذا الشيء، السوق الخارجي ثاني راهو يحتاج المنتوج تاعنا بقوه، وهذا شيء يشرفنا على كل حال احنا كمسوق لهذا المنتوج. نرجع للحسام. حسام هو شاب جزائري ديماره من نقطه الصفر، بنا روحه بروحه الحمد لله بالتوفيق ربي سبحانه، ماشي زعما هي كاين عزيمه كاين اصرار كما ننصح جميع الشباب تاعنا بلي كل شيء راح يبدا من والو وراح يكون من والو. حتى هو الانسان كي يوصل حتى يتعجب يقول كيفاش حتى وصلت لهذه النقطه، كيفاش حتى كاين قواعد كاين اسس لازم نتبعوها، بصح الاساس الاول الانسان باش ينجح ماشي هكا كبر فوالا يعني اساس الاول كاين قبلها تعب. اها كيما نقولوا باختصار زعما ما راهيش مستحيله وما راهيش سهله. وشنو الصعوبات تاعها فيها نوع من الحلاوه زعما راه تجوزي واحد المصاعب وراح يبقاو لك زعما في مسيره مهنيه ولا في مسيره حياتيه زعما اكسبيريونس، واحد يبقى يتفكرهم يبقى يشوف يبقى يتعلم. احنا في الدنيا هذه كل يوم نتعلم ومازلنا نتعلموا. انا الحمد لله راني في هذا المجال من رواد هذا المجال، لكن نشوف روحي بلي هذا وين بديت ومازال ما نعرف والو، كل يوم نتعلم عفسه جديده. ندخل المصنع نرفد منه، ندخل مع كليون يجي يشري عليا نرفد منه، مع واحد كبارتيكولي عادي عنده فكره عنده حكايه نفهم منه، نزيدو نشوفوا فكره في مثلا شاهدوها في التلفاز ولا في كاش برنامج نزيدو نرفدوا منها فكره يجيب فكره وتولي معلومه اكيد. للمسيره المهنيه كما تطرقنا لها قبل، انا بديت في مجال المقاوله البناء باتي ماكر في الانتربريز، من بعد المجال هذا ولا صعيب شويه نقص المشاريع وشويه تاخر هذا الشيء، اللي دخلت مجال التجاره. احنا تجاره في بلادنا معروفه، تجاره الحمد لله تجار اللي حاب يخدم كاينه خدمه شري وتبيع، هذه سوقها كيما نقولوا بسومه قليله، دور ومشي وبيع نورمال، سواء في الكوتي تاع ديتاي ولا في الكوتي تاع الجرو. احنا كي سوقنا المنتوج هذا في البدايه كانت الناس ما تعرفش شنو هو المنتوج الوطني، يقول لك شويه يحق روح باللي هذا زعما صح، ولينا نخدموا كانت شويه المعيقات انها الناس كانت تتساءل وتقول باللي زعما كي نخدم انا مثال هذا البرودوي اسكو راح نزيد نصيبه مع بعد مع مرور الوقت. اليوم في نيت ليطاج هذا حاب زعما نكملوا بنفس البرودوي نكمل المصانع تاعنا، شافونا الحل قال لك كاينه لا كونتينيتي رغم وجود كم رهيب من السلع، كاين تنوع كبير في نفس الوقت كاين عاود يرجع لهذاك الموديل نفسه. على جال هذا الامر لابد منه لا كونتينيتي لازمها تكون، في حين احنا نبلغوا دائما المشتري في اي مجال حتى ماشي في السيراميك حتخدم بها دير حسابك تمام، دير حسابك بزياده اعرف واش تخدم انت اللي راك مقبل مثلا تفيني دارك ولا تفيني ايطاج ولا حاب دير كذا، دير حسابك من قبل زعما حساب باين حتى وكاين احنا ماذا بينا تكمل زعما في الحساب الاول هذاك تكون كملت كل شيء ان شاء الله يا رب. حسام احنا قبل ما نكملوا معاك نروحوا نشوفوا، احنا عندنا حصه رياضيه في تنس مع زميلتي فايزه. انت دير رياضه ولا ما ديرش؟ ندير رياضه زعما راني مانيش فريمو سبورتيف مي نمارس الرياضه. واش من الرياضه اللي تمارس؟ الرياضه تسمى اللي كنت نحبها ونمارسها بقوه هي السباحه، لكن مؤخرا زعما عدم توفر الوقت وكذا راني نمارس. راك سامح في روحك؟ راني سامح شويه راني مع شويه كمال الاجسام، المهم الانسان يتحرك ان شاء الله يكون مهم. نعاود نقولوا ليك لكن بعد هذا الفاصل. نبدو مشاهدينا الكرام نروحوا نشوفوا مع بعض حصه فيتنس مع زميلتي فايزه ولا نعاودها.
السلام عليكم اعزائي المشاهدين، مرحبا بك تي سيدتي، هذا متلحقي خلي بالك اللي لازمنا نديرو سبور كيف كيف. راكي لابسه جيسبر معليش تخيب ده، اذا ما كيش لابسه روحي تجري تمتم لبسي وارواحي، وجيبي القرعه تاع الماء معاك، وجيبي لي زالتير، وجيبي الزربيه معاك داكور، وقابلي لي تري بيان. مرحبا بكم في حصتنا، حصه فيتنس، معايا سليمه وياسمين باش يرافقونا في عدد اليوم. اليوم واش رايحين نخدموا؟ رايحين نسحقوا بركان تابي، نخدموا ان غون باتمون اللي راح يخدم لنا لو با دو فونتر داكور. يلا نبداو بان اتيرمون مع بعض، ومن بعد نبداو ليكزيرسيس كيف كيف. يلا تري بيان لي في، كيما راكم بلا ما نحطوا يدينا على الارض، واش رايح ندير؟ راح برك نكسل روحي هنايا بوغ فيغ جوست ان بوتي تيتيرمون، ان بوتي تيشوفمون. يلا لتحت نفس، انسبيري لتحت، اكسبيري الفوق، طلعوا راسكم لو بلافون. اذا راكم مون بلان اير سي انكور ميو. تري بيان، هاد لو موفمون راح Il va étirer tout le corps, la poitrine, les épaules et les bras. Dernière fois. Parfait. Maintenant, on va mettre le bras sur le sol. Allez, avec l'esprit. On casse les doigts. On va prendre les doigts ici et les mettre sur le sol. C'est tout. Très simple, le mouvement. Voilà. Dites-moi ce que vous savez. Facile. Très bien, je touche le sol. Que ça soit le fort, que ça soit le tête. On serre le ventre. On serre le ventre. Très bien. Toujours au niveau du sol. Je touche le sol. يا خي راكو تشوفو فيا، تقدرو تشوفوني. تري بيان فوالا بارفي. كيما راني نحل يديا هنا نفتحهم، واش راح ندير؟ راح جوست برك هنا نجيب يدي اليمنى ولا اليسرى على يدي الاخرى وندور. حاولو انكم تخلو رجليكم هنا مقابلين. نعاود نولي. تري بيان، ندور بدل كوتي ونولي. Encore une fois. Très bien. نزيد آخر مرة. Parfait. نجيب لي جنو لعندي الآن. هنا. ونطبعهم على الأرض. Encore une fois. نشدهم بلي بيديا لي جنو. ونعاونو لي على الأرض. نطلع راسي الآن. حط. Encore. طلع راسي. نزيدو ربعة. ثلاثة. واثنين. تري بيان، هذا كان ان بوتي تيتيرمون فريمون فاسيل، ساهل تاع تمتم برك، جوست باش نديماريو ليكزارسيس تاعنا. ليكزارسيس تاعنا واش يقول؟ الوغ جون فليشي. Que ça soit à la droite ou à la gauche, ça dépend de ma kifesh rakou habin tbdaou. Les bras هنا en parallèle avec le corps تاعي و رجل وحده مكسله. Alors je vais faire, حنعمل des grands battements. حاولوا انكم ترموا رجليكم le maximum للفوق. Allez, 3 et 4 et نطلع. 2 3 فهمتي سليمه ليكزارسيس. 4 très bien. 5 6 معنا ياسمين. سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. نحكم رجلي الآن لعندي ونحاول إني نجبدها. تحبوا تطلعوا راسكم إذا قدرتوا، ما قدرتوش حطوا مخدة تحت راسكم باش ما تعياوش، سورتو نتوما اللي عندكم أن بروبليم دو كولون فيرتيبرال ولا بروبليم دو دو، حطوا مخدة هكذا باش ما تعياوش، ولا حطوا راسكم على المخدة ولا على لو تابي اللي راكو فيه. Très bien, on change de jambe, la même chose, une jambe fléchie, une jambe tendue, les bras soit là, soit ouverts. L'essentiel, c'est que vous êtes à l'aise avec moi. Yalla, 3, 4, le fort, 1, 2, 3, laissez-vous le fort, 4. Alors attention, ne vous touchez pas le bassin avec vous.
هاد لي غوغ ما ديروهاش، لو باسان ما يطلعش، نخلي توجور لو باسان بلوكي مع لو سول. شحال رانا؟ ايديس ونقعد هنا بارفي. نعاونوا لي رجلي الاخرى، ولي رجلي الاخرى كما قلت لكم راح تخدم لي لا بارتي هاديه، سي لو با دو فونتر لا سينتور هاديه. 3 و 4 اي 1 2 3 4. تحبوا لو بي يكون اون بوينت سافدير طالع الفوق، تحبوا اون فليكس. 5 6 7 8 9 10 والاخيره نشد رجلي لعندي. معليش اذا لو جونو تاعكم خرج، مي سافو با دير كو كامل تقومو هكذايا. انا دو بريفيرونس عندي تكون لا جامب طوندو مكسله على الماج، باش جو تير لا لو موسكل هذا اللي راه هنا من اللور مور رجلي. بارفي نبدل رجلي. يلا اي 1 2 3 4 سوريي 5 لا تورتور 6 ضحكوا شويه 7 8 9 10. يلا نشد رجلي هنا، نفس مليح تري بيان. دوكا راح نبدل لكم اكزرسيس، سي لو ميم اكزرسيس بصح واش راح دير. راح نرفد الرجل نحطها، من بعد نبدل الرجل ونحطها، تسمى جالتير في لي زيكزرسيس. اوكي كوا جديد 5 4 3 2 1 اي 1 ونحط 2 3 4 5 6 ما تلفدوش الباسان 7 8 9 10 نزيد يلا 1 2 سهل ليكزيرسيس 3 4 ميم افيك فوتر بيبي تقدروا تقوموا بهذا ليكزيرسيس. حطوا لو بيبي تاعكم قدامكم وتخدموا مع بعض مع فو زونفون، سي اغريابل اون فامي. نزيدوا نزيدوا لي سيري، ما خلاصش ما خلاصش. هوبا 2 3 سي با غراف 4 5 6 7. بديتو تحسوا بلي ميم لا جامب ال ترافاي او نيفو دو لا كويس. انكور اون فوا انكور 10 9 8 7 6 5 4 3 2 et 1. Bravo, très bien. Là, nous allons faire les deux jambes. Là, nous allons le fouc. هنا نشد لا لا شوفي تاعي، نطلع راسي الفوق ونحاول اني نجيب لي دو جامب اللي عندي. بارفي هنا جو لاش بلا عقل، نحط يديا ورجلي ينزلوا غير بلا عقل، بلا ميم فاصون نطلع البوس تاعي الفوق ونزل لتحت. ما قدرتوش تحطوا راسكم ماشي مشكل، بيتي تا بيتي ا فورس ا فورس، تعاودوا لي ميم زيكزيرسيس راحي لي موسك تاعكم يتلاشيو. اوكي يلا ننزل نطلع نحط يدي، طلع لو كور تاعي الفوق، لاشي لا تيت، نعاود نقعد، نجيب لو جنو اللي عندي. شوفوا شنو راح نديرو، اون فاك كروازي فوالا، نشد لاكويس اللي عندي ونعنق لاكويس تاعي فوالا، نعنقها طون زون طون، نعنق لاكويس، نعنق لو بي تاعي، سي امبورتون، عندنا جسم لازمنا نحافظو عليه. نفسو مليح، الان ندورو من جهة رجلي اللي راهي اللي راهي مطوية، ندور تخي بيان. نبدل الآن جو كواز، نعنق لاكويس تاعي، نسقم ظهري مليح، لازم يكون فغيمون طوندو،
دور، حطوا يديكم على الارض. تري بيان، نعاود نحط هنا رجلي نطويهم اي جو بوس تاني انكور اون فوا لو باسان الفوق. مقبله كنا لي جامب طوندو، دوكا راهم لي جامب فليشي. جو لاش لا تيت اي نعاود نقعد. عاودوا تكسلوا، حطوا تري بيان، حط ظهري. كنتو هايلين، نشكركم على متابعتكم لينا. عودوا متكسلين، ما تقلقوش روحكم، غوبوزيفو غولاكسيفو على لا فان دان اكزارسيس توجور مور تمرين دايما غولاكسي فوتر كور. ما تنوضوش ديريكتومون الشغالات كدا، يا لو كان معليش دو مينوت، عطوا راحة للكور تاعكم دو مينوت ونكملوا معاكم. نشكركم على متابعتكم لينا، نشكر سليمة وياسمين اللي كانوا حاضرين معانا، ونشكر حصتنا فيتنس. نلقى ان شاء الله في العدد المقبل بحول الله، في نفس التوقيت نفس اليوم ونفس القناة. إلى اللقاء. عودنا ولينا لكم مشاهدينا الكرام بعد حصة فيتنس مع دايما مسير شركة فوكا سيرام في البليدة السيد حسام. مرحبا مرة أخرى بك من بلاطو صباح فيك. الجمعة هو ويحكي لنا عن المسيرة تاعه، يعني كيفاش بدات على شركته. ربما حسام قبل ما نكمل ونحكي على كل هذه الأمورات، ربما هل انت قبل ما تنجحنا، لأنه احنا شفنا باللي حسام حقق يعني نسبة من النجاح، ماشي النجاح اللي راك اكيد اكيد على حساب انت واش قلت لنا في الغوبطاج تاعك. دونك ربما هل كانت لديك عراقيل من قبل؟ لابد من ذلك، يعني ما كاش حاجة ولا ما كاش نجاح حتى يكون نجاح أولي بدون عراقيل. كاين عراقيل، احنا الحاجة الأولى باش تدخلوا في المجال، في أي مجال لازمنا ندخلوا فيه على أصوله. احنا المجال تاعنا هذا كان مجال جديد، هو أول حاجة في بلادنا كامل ما نعرفوش شنو هو المنتوج الوطني. أنا خرجت من الامبورتاسيون لوكال، أول حاجة كانت ديفيرونس تاع الأسامي في الامبورتاسيون، لابلي بار كانت بالنيميروتي بالأرقام ديفوها بالرموز هكذا، ولا حتى بالألوان. كي دخلنا اللوكال ولا أسماء مخالفة، وكاين أسماء مشابهة، حتى عندنا عند المصانع تاعنا يسمي اسم نفسه هو تاع المنتوج الخارجي باش يوالفوا هذا. يعني هذه راح تعرق. نعم، والمنتوج ماشي كيف كيف. المنتوج ماشي كيف كيف، وكاين ثاني بعض ثاني العراقي، لأنه نفس المنتوج يخدموه مصانع مختلفة في نفس الاسم في نفس الحجم في نفس. كان عندنا بعض هذه مجرد زعما احنا ما نسميوهاش عراقيل، زعما الحاجه اللي تخلي الانسان زعما يمشي اليز. كاين شويه وفي مجال المهنه تاعنا رانا في سوق مفتوح، عرض وطلب. كما ذكرنا احنا رانا نعاني دوكا من الطلب راه ضعيف بالنسبه لتاخر المشاريع. احنا نتمنى ان شاء الله من الدولة تاعنا تسهل لنا في المشاريع، تما تفتح لنا المجال، لانه السوق راهي معمره ما شاء الله. كاين منتوج يعني يستاهل انه يكون في كل مكان ويتوفر في كل، كيما نقولوا المراكز تاعنا دوكا. احنا كاين عندنا اليات، عندنا دوكا ان شاء الله رانا مع سياسه جديده مع معطيات جدد، ماذا بينا نشوفوا المنتوج تاعنا بارت ونشوفوه مخدوم، يروح المنتوج يزول المنتوج الاول ويتعاود يركب جديد. دوك احنا حتى اللي رانا كيما نقولوا لي باتيمون لونسيان باتيمون اللي راه كانوا كاينين دوكا، كاين مشاريع مترميم، مشاريع اعاده تعمير، مشاريع دوك جديده دوكا ان شاء الله رانا مقبلين على عدل ثلاثه ان شاء الله. نتمنوا ثاني هذه الثاني تساهم لنا في تسويق المنتوج تاعنا، يكون ثاني شويه يقوي لنا الطلب، لانه دوكا راه كاين العرض اكبر من الطلب موندي زعما. وربما لي كامل يحبوها الجزائريين، من الحاجه اللي يحبوها بزاف قبل ما يشري برودوي، الحاجه اللي الاولى اللي راح يشوفها هي الاسعار.
الأسعار ربما أكيد. الأسعار هل هي في متناول الجميع؟ ما تشوفش في رأيك، شوف كمواطن. أكيد أكيد أكيد. كمواطن أسكو هي يقدر أسكو تعاونوا زوا ولا زعما واحد حب يشري كونتيتي قلت نقص لي مهم في الأسعار. في الأسعار في الأسعار دوكا نرجعوا للموضوع الأهم. دوكا علاه نجح المنتوج الوطني؟ علاه نجح المنتوج الوطني؟ عنده جودة عالية وسعر مغري. احنا كنا نشريو مثال لاتال دو سول، كنا نشريوها جرو نحكيو سوبر جرو وقت فات على الاقل على الاقل 45 نشريوها 145 الف جرو سوبر جرو، تسمى احنا اللي نسوقوها بهذا الشيء. احنا كنا كي كنا سوبر جرو معناها باللي راك في في محل وزين باسكو ما كاش كاين مصانع محليه، احنا هما الريبريزونطون. من الان احنا دوكا راهي تخرج باسعار جد مغريه، 45 توصل حتى ال 75 دينار في التجزئه. بالنسبه لي يعني اي مواطن كي نحكيو زعما بكل صراحه 75 دينار ما يعني يقدروا ما يقدر عليه اي مواطن في متناول، في متناول الجميع. هذه يا يعطيك الصحه سيد حسام. سيد حسام حنا نروح نشوفوا بعد ما نختموا معاك نشوفوا حصه السوق انوان. عندك اي دي نورمالمون عليها؟ حنا انه قمنا درنا لك السوق انوان. في رايك واش رايك في هذه الحصه؟ حصة شركة ودرنا لك هذا البيبليسيتي. لا حصة ما شاء الله، انا قلت لي البيبليسيتي احنا هذا البيب كان كان الغايه منه ان الناس كامل تشوف طريقه العمل نظاميه طريقه احترافيه ملي تشوف السلعه كيفاش راهي منظمه كيفاش رانا نتعاملوا. وصلنا الميساج للناس نتعاملوا معاهم ولا حتى الناس اللي ما نتعاملوش معاهم باللي هذا السوق راهو تاعكم، احنا رانا مجرد وسطاء. سيتو احنا في المكان تاعنا احنا لي غروسيست، احنا مجرد وسطاء بين المصنع وبين المستهلك. نوفر لك نقيه وبسومه وفي وقت وجيز. حتى السلع الحاجه الشابه دوكا في المصانع تاعنا المحليه في وقت وجيز يكون البرودوي متوفر نحتاجوها وكاين ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. وانتوكا يعطيك الصحة. احنا نبنا باللي كلام معاك مطول انه شركة كبيرة عندها مميزات تاعها، عندها العمال تاعها، عندها المسير تاعها، لانه المسير هو اللي يلعب دور، لانه المسير كيكون يخدم بنظام راح تكون شركة تاعها كلها بنظام. اكيد الاسعار التعامل هذو كامل يلعبوا دور في كل الشركات، كل الشركات الجزائرية. السيد حسام ربما كلمة ختامية لهذا اليوم. في الأخير نوجه تحية لكل المصنعين اللي راهم يتعبوا واللي راهم يثابروا كل يوم باش يعطيونا الجديد واللي راهم يخرجونا كل يوم حاجة بكاليتي زيادة. نوجه لهم تحية من هذا المنبر، نقول لهم ربي يسهلكم إن شاء الله، ربي يوفقكم باش توفروا لهذا الشعب الحاجة اللي ما قدرش يوفر لها يوصلها كما نقولوا من قبل وما قدرش يشوفها راهو شافها في بلاده ومتوفرة لعنده وحتى الباب داره وأصلاته. كذلك أن نوجه تحية لصاحب الشركة السيد طويل الباع عمر، لأنه إنسان حب يخدم في هذا المجال وهو إنسان عنده خبرة أكثر من 31 سنة. خلى هذا الفضاء يتمتع بميزات ميزات تشوف فيها زعما عند ناس قلال اللي جبدنا منها طريقة كيما نقولوا احنا البوزيسيون تاع السلعة ولا البوزيسيون تاع لي بارك ولا كذا كامل بجانب الطريقة على جال تسهيل على جانب الطريق على جال باش نسهلوا للمستهلك ولا نسهلوا للإنسان اللي راه يتعامل معنا. حاجة واحدة أخرى مدايرينها السلع سلعة ما مشاتلكش شفتها بلي في الأول عجباتكم بعدها بلي ما عجبتكش كي عطيتها كي عندك تبدلها عندك عادي جدا تبدلها يعني وتدي أحسن منها أحسن منها كاين حتى وين نردوا له احنا دراهم ما يديش كاع هاك دراهمها ما تديش كاع. تسمى الحاجة هذه نتمنوا الناس كامل زعما تمشيها لأنه تجارة اليوم نبيع لك ليكتي عفسة الأخر يدي عفسة. عندنا تنوع حتى في المشتري تاعنا متنوع. كاين اللي يحب مثال البلون كاين اللي حب الكري كاين اللي حب كذا تسمى ما نبيعلكش ليك نبيعها لواحد اخر بطريقه احترافيه كما ذكرت لك.
يعطيك صحة سيد حسام، شكرا على تلبيتك لدعوتنا لنهار اليوم. حنا نقول لك إن شاء الله نتلاقاو في فرص أخرى، ولما لا، ربما في معارض، ربما في مهرجانات، ربما في دول أخرى. حنا ماذا بينا أنه فوكا سيراميك ما تكونش غير في الجزائر فقط، وإنما تكون في الدول الأجنبية. ويعطيكم الصحة على المجهودات الجبارة اللي راكم تديروا فيها، النظام تاعكم، خدمتكم، إتقانكم، معاملتكم، هذه كلها اللي راهي تلعب دور. حنا ما جبنا لكم شركة فوكا سيراميك هكاك برك من بلاطو، حنا ما جبنا لكمش فوكا سيراميك، حنا ما جبنا لكمش شركة فوكا سيراميك من بلاطو صباح الجمعة هكاك برك، ولكن شفنا باللي فيها إتقان، فيها خدمة، المسير تاعها واقف عليها قدم وساق. إن شاء الله ربي يحفظك، ونوجه تحية لصاحب الشركة اللي كنت قلت لي عنده ثاني كذلك، ربما هو الصفات تاعو اللي خلاتكم أنه تخدموا بهذيك الطريقة. أكيد أنه الأصحاب الشركة هما اللي لعبوا الدور الأساسي باش يخلوا الخدامين تاعهم يمدوا لهم أكثر وأكثر. وأمر في الأخير نشير ليه برك قبل ما نختمه، أن الحمد لله هذا المجال شادينه شباب نسبة 80%، نقدروا حتى نقولوا 90%، اللي راهم شادين هذا المجال كاع شباب، سواء المصنع أو المسير أو اللي راه يبيع في التجزئة، كامل فئة شبانية. ونحييهم من هذا المنبر العديد من الشبان، نقول لهم يا ربي إن شاء الله يوفقهم. أنا كامل كما نقول راه نخدموا مع خاوتنا في كل مكان، نوجه لهم تحية. الزملائي كما نقولوا في العمل أو في نفس المجال، ثاني أصحاب ثاني مؤسسات كما احنا، نوجه لهم تحية من هذا المنبر. شكرا سيد حسام. وانتم مشاهدينا الكرام، نتلاقاو بكم بعد هذا الفاصل، بعد ما نشوفوا حصة السوق أنا راح تكون فيها ان شاء الله، راح تكون فيها فوكا سيراميك. مشاهدينا بعد هذا الفاصل ان شاء الله. السلام عليكم، مرحبا بكم في عدد جديد من برنامج سوق ان وان. كما عودناكم دائما نجيب لكم غير جديد في بيع وتسويق جميع المنتجات، سواء كانت سيارات او عقارات او محلات، اي حاجه حبيتوا تسوقوا لها ولا ديروا لها لا بيبليسيتي، ما عليكم غير تتصلوا على الارقام اللي راهي تبان اسفل الشاشه. مرحبا بكم في السوق ان وان. اليوم ادانا المدينه البوليده اكزاكتومون في بوفاريك عند قرواو، جبنا لكم حاجة بزاف شابة. رانا عند فوكا سيرام. فوكا سيرام يعني اللي حبت تخدم صدوبة ولا تخدم البيت تاعها ولا دير الصالون ولا حتى الخرجة، صافي عندك كل شيء. مرحبا بكم ونشوفوا لا كاليتي في فوكا سيرام. وانتي وينك؟ ارواحي متعي عينيك عند فوكا سيرام اللي عنده الأرضية كيما نقولو لا دال دو سول بأنواعها. نروحو نشوفو واش كاين في لافايونس، يعني لافايونس اللي ديريه في الكولوار تاعك ولا صال دو بان تاعك. الله عليك يا فوكا سيرام. والحاجة الشابة في فوكا سيرام يعني كي تكون عندك حاجة وما تلقاهاش راح تجي لهنا وتلقايها عندنا. والفروع عنده في أماكن مختلفة، عنده في الكاليتوس، في البوليدة، وعنده في البيرة، وحتى في بومرداس للبرج ملاين. واي واحد يحب يفتح محل ويدير سيراميك في اي ولايه يقول لك فوكا سيرام، يعني حتى السلعه كي تقعد عندك وتكون ما بعتهاش يا وحنا نقدروا نبدلوها لك، والمحل ديالك ديما يبقى فيه جديد. مرحبا بكم عند فوكا سيرام. فوكا سيرام تبيع الديتاي والجرون، يعني يقدر كل مشاهد اللي راه يشوف فينا، ما علي غير يتواصل معنا على الارقام اللي تظهر لكم اسفل الشاشه. ومرحبا بكم عند فوكا سيرام.
اليوم السوق ان وان درنا عند شركة اف ام دياج اللي متواجدة في الجزائر العاصمة بالضبط في رويبة. هذا الشركة مختصة في إنتاج بديل الرخام اللي نديروه في الجدران، وهذه الشركة من سنة 2017 وأول مصنع في قارة إفريقيا، يعني حاجة ما تلقاها حتى في مكان وخدمة أوريجينال. يلا تبعوا معنا ونشوفوا واش تنتج لكم FMDH. شركة FMDH دير إيميتاسيون مارب ديفيرونت موديل، إيميتاسيون بوا، إيميتاسيون فلوري، إيميتاسيون 3D، يعني يصلح في الانتيريور ليز ادمينستراسيون ليز اوزين، ونقدروا نستعملوه حتى في المدارس والمستشفيات والفنادق، يعني مختلف المؤسسات وحتى في دياركم. الحاجة اللي مليحة في هذا بديل الرخام ما يحول ما يزول ما يتنفخ، وزيد منتوج عازل للصوت مضاد للماء سهل الاستعمال، يعني كي تركبو ما تحتاج لا سيما لا ما لا حتى حاجة، ما تكسرش كامل راسك، وكي تركبو مسحة واحدة راك نقيت مكانك، وإلي غوسيكلابل. وزيد وزيد ما يتحرق ما يدخل الماء ما يتكسر. يا اف ام دياش واش درتي فينا، دخلتينا حاجة عصرية للبلاد، والجزائر قارة بخدمتها ومصنوع بأيادي جزائرية، انعميه 100%. والسومة ما تكسرش راسك اقل من الامبورتاسيون، واش نزيدولك فوق هكا، كلش عند يدك، جرب واعطيني رايك. وليكن في علمكم FMDH تبحث عن موزعين في 58 ولاية، اما لكل واحد راه مهتم ما عليه غير يتواصل معنا على الارقام اللي تظهر لكم اسفل الشاشة، ومرحبا بكم. مرحبا بكم في السوق ان وان. اليوم ادانا المدينة وهران اكزاكتومو في سينيا في اكبر شركة صافيور، يلا نشوفوها. كما شفتوا وراكم تشوفوا صافيور فيها منتوجين باكو سول وباكو تير. شركة صافيور مختصة في صناعة باكو سول، وهي عبارة عن كائنات حية وبكتيريا طبيعية مختارة تحيي التربة وتقوي الجهاز المناعي معا، ممزوجة في سماد عضوي يعطي نتائج مبهرة للغاية. باكو سول الوحيد في السوق الوطنية وبهذه المواصفات الطبيعية والتقنية، يعني اللي راح حاب يزيد في المنتوج تاعو رانا لقينا له الحل. وينك يا فلاح، جبنا لك الحل باش ترتاح. وعلى بالنا يا فلاح راه ينقص لك الانتاج وما عرفتش وش تدير، باكوسول القى لك الحل، يغذي لك التربة ويغذي لك جميع المحاصيل تاعك. استنى، باكوسول الحل الامثل لتغذية النباتات واحياء التربة. اذا حنا واش راح نقولكم، الكل فلاح اللي راه مهتم ما عليه غير يتواصل معنا على الارقام اللي تظهر لكم اسفل الشاشة، ومرحبا بكم. مرحبا بكم في السوق انوان. اليوم جينا لمدينة غليزان اكزاكتومو المطمر، جبنا لكم ارض كبيرة وفلاحية، يلا نروح نشوفوا واش فيها. الارض تاعنا جايه في الطريق تاع الزاويه سيدي رابح في الخرجه تاع المطمر، وفيها زوج قطارات يعني 20,000 متر كاري. وزيد ثان الارض تاعنا فيها 200 زيتونه، يعني تنتج لك ماشي تستناها كل عام، الله عليك على التربه اللي جابتها.
فيه الحاسي بالموتور تاعو، يعني الماء ما يخصكش. الماء الحاسي لحلو، اشرب ودير واش حبيت في هذا الارض تاعنا. الزيتونة تاعنا بعيد على خوتها، يعني تقدر تدير الفلاحة اللي تحبها والخضروات اللي تحب انت، يعني التربة تاعها بزاف هايلة. ونزيد لكم حاجة بزاف هايلة واللي راح تعجبكم، الأرض يو فيها تقريبا 40 شجرة رمان، وحلو كي السكر، وحنا من الناس اللي ذقناه. أي من اللي رحب يستفسر على هذا التراب ما عليه غير يتواصل معنا على الأرقام اللي تظهر لكم أسفل الشاشة، وما تراطيش لوكازيون. ومرحبا بكم في السوق أنوان. مرحبا بكم في السوق أنوان. اليوم رانا في مدينة وهران اكزاكتومون في السينيا في باهي عمر عند أوترا جيبس. نروحوا نشوفوا واش عندهم. أوترا جيبس هو فرع من جي بلان، يعني تدي من اليد الاولى اللي تعمل ملوزين ديرك لعندكم. أوترا جيبس مختص في الاشياء اللي حبوها العمال. عندنا بيا 13، بيا دي ستاندار، هيدروفوج، بيا فو، اكوا بانال. هادو يعرفوهم كامل اللي يخدموا البلاكو، يعني تلقى البلاكو مشتقات عندنا. وزيد على هذا يبيع لك الحديد كامل، بروفيلي ميتاليك، مونتون، لاراي والكورنيال، يعني اي حاجة راك تحوس عليها وسحقيتها راح تلقاها عند أوترا جيبس. والحاجة الشابة في أوترا جيبس كما قلنا لكم تابعة جي بلاك هنا في مدينة وهران بأيادي جزائرية وجودة عالمية. حتى ليفيس وليتيش وليبانسو ما تلقاهم غير عندنا. أوترا جيبس داروا لكم حاجة بزاف شابة، جميع واحد يخدم البلاكو يقدر يشري 3 بون، كي يجي المرة الثالثة يديروا له غوليز. وبالنسبة للأسعار، أسعار تنافسية. أوترا جيبس عندهم فريق محترف، حتى اللي ما عندوش خدام يقدروا يوفروه لك، ويدير لكم لا ليفريزون 58 ولاية. انت اتصل بينا وحنا نفدول. المحل ديالنا كما قلنا لكم أوترا جيبس جاي اون فاس لوتوغوت، ما كاش اللي ما يعرفوش بلاكة تاعو جاية كبيرة بزاف ومكتوب عليها جي بلاك أوترا جيبس. وإلا حاب تستفسر ولا تسقسي ما عليك غير تتصل بنا على الأرقام اللي تظهر أسفل الشاشة. ومرحبا بكم عند أوترا جيبس. مرحبا بكم في سوق أنوان. اليوم ندهنا عند الانستيتيود بوتي شايني اللي جاي في الجزائر العاصمة، اكزاكتومون في حوش الشاوش العاشور اون فاس كوبيراتيف الأمل. نروحو نشوفو واش فيه. الانستيتيود بوتي شايني يدير كامل واش تحتاجيه سيدتي في عالم التجميل النسائي، كوافور، ماكياج، لي سوان فيزاج، شوفو، اكستنسيون سيل، مانيكور، بيديكور، ايبيلاسيون دو كور. والحاجه المليحه في هذا الصالون هو انه صالون عصري تري كلاس، اللي برودوي تاعو تلقاهم بون كاليتي، يعني ما تخميش كامل. والحاجة اللي فريمون بتلقيها في حتى بلاصة لي دوش، وي دوش بور لي كليونت غراتويتمون اي ميم بور لي ماريي. الانستيتيود بوتي شايني راح يتحوس على خدامة تكون كالجفيه. اي بور لي بروموسيون ا بارتير دو فاندردي. والاسعار بلا ما نحكي لكم، اتصلوا وتاكدوا.
وكل واحدة مهتمة ما عليها غير تتصل بنا على الأرقام اللي تظهر أسفل الشاشة. مرحبا بكم عند لانسيتو دو بوتي شايني. مشاهدينا الكرام، اي واحد عنده محل وحاب يكريه ولا يبيعه ولا يعرض سلعه تاعو للاشهار، مرحبا بك في سوق انوان. اللي عنده قطعه ارض او فيلا وحبيت تبيعها ولا تكريها وتعرضها للاشهار، رانا هنا. اللي عنده أوتيل أو مرقد أو مخيم ولا بارك وحب يروج له ويدير له الإشهار، مرحبا بك عندنا. إذا عندك سيارة، مطعم ولا حتى شركة وحبي تتسوق سلعة ديالك للإشهار، وتعيطونا على الأرقام اللي راهي متواجدة أسفل الشاشة. ومرحبا بكم في السوق أنوان، وربي يجيب السوق. مرحبا بكم في السوق ألوان. اليوم رانا في العاصمة، جبنا لكم مدرسة لتعليم اللغات جاية اكزاكتومون كيما الرومبوا تاع دراريا في الحبطة تاع بابا حسن، دوزيام تورنون اغوش. اي واحد حاب يتعلم لي لونغ ولا يدخل ولاده للاستفادة من دروس الدعم، The English Gate يدرسوا فيها أكثر من 6 لغات مقسمة على 3 كاتيجوري pour les enfants, les adultes et les adolescents. وعندهم des méthodes spéciales pour les enfants. Et pour les adultes, أنا دارين لهم les four topics: speaking, listening, writing and reading. اللي حاب يقرا لي كور دو سوار راح يقرا زوج خطرات في السمانه لمده ساعتين، واللي حاب يقرا في الويكند راح يقرا خطره في السمانه لمده 4 ساعات. وبالنسبه للغات اللي عندنا في The English Gate، عندنا اللغه الفرنسيه، الانجليزيه، et pour les autres langues en particulier عندنا اللغه الاسبانيه، الايطاليه، تركية، روسيه، كورية، ولغة ألمانية. بعد ما تخير اللغة اللي راك حاب تقراها راح نديرو لك اختبار تحديد المستوى، راح يكون كتابي وشفهي، وانت تخير اذا تديرو اونلاين ولا بحضورك للمدرسة، واذا تقرا اون غروب ولا اون بارتيكولي مع اساتذة ذو كفاءة وخبرة في اللغات. وبالنسبة لدروس الدعم عندنا ترمينال لجميع الشعب، والقسم فيه 15 شخص على الأكثر. وبالنسبة للتوقيت كاين لي كور دو سوار، لي ويكاند، ونهار ثلاثة بعد الظهر. اللي حاب يسجل معانا ولا يستفسر أكثر ما عليك غير تتصل بنا عبر الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. مرحبا بكم في The English Gate. مرحبا بكم في السوق أنوان. اليوم رانا في مدينة سيدي عيسى في ولاية المسيلة بشارع 20 فيفري ولاد مسلم. اليوم جبنا لكم فيلا بثلاث طوابق سيمي فيني، يعني اللي حاب يدير فيها ديزاين اللي راح عجبه. فيلا فيها 400 متر كاري بزاف واسع، وكما راكم تشوفوا معنا فيها 4 كراجات الله يبارك بزاف كبار. الطابق الأول فيه زوج دخلات باش تطلع للطابق الثاني، وأيضا الطابق الثاني فيه زوج دخلات، أي لو كان حبيت تدير دي سابارتمون راح يجيك سهلة. الفيلا فيها 18 متر كاري مقابل الشارع، يعني كما راكو تشوفوا معنا هذو 4 كراجات يقدروا يتفتحوا على برا. الحاجة المليحة في الفيلا انه زاد فتح لها جهة من الخلف فيها 20 متر كاري. الدار واسعة الله يبارك كما راكم تشوفوا، ومهولية من كل جهة. اما الطابق الثالث فيه ايطاج كامل، مازالت الدالة برك، اللي حاب يدير الدالة هكذا يولو عندك تخواز ايطاج مكملين. وشراك تستنى باش تخدم الفيلا ديالك اللي مخدومة بمقاييس تاع مشروع، اي اللي ماشي حاب يسكن فيها يقدر يفتح فيها اي مشروع، تقدر تفتح فيها بازار ولا حتى كلينيك.
والأهم من هذا أوراق هذه الفيلا واجدين ومخدومين، تشري وانت مهني. واللي راه مهتم ما عليه غير يتصل بالأرقام اللي تظهر في أسفل الشاشة. مشاهدينا الكرام، أي واحد عنده محل وحاب يكريه ولا يبيعه ولا يعرض سلعة تاعه للإشهار، مرحبا بك في سوق أنوان. اللي عنده قطعة أرض أو فيلا وحبيت تبيعها ولا تكريها وتعرضها للإشهار، رانا هنا. اللي عنده أوتيل أو مرقد أو مخيم ولا بارك وحاب يروج له ويدير له الإشهار، مرحبا بك عندنا. إذا عندك سيارة، مطعم ولا حتى شركة وحبيت تسوق سلعة ديالك للإشهار، وتعيطونا على الأرقام اللي راهي متواجدة أسفل الشاشة. ومرحبا بكم في السوق أنوان، وربي يجيب سوق. مرحبا بكم في السوق أنوان. اليوم رانا في مدينة سكيكدا، exactement في حي تيمغات في السنتر فيل، الفيلا رقم 76. To be space co-working هو فضاء للعمل الجواري المتكامل، يقوم بإعداد برامج التكوين، وهو فرع من فروع شركات الأغل إنا سانتي المختصة في توزيع المستلزمات الطبية الجراحية والشبه صيدلانية. هذا الفضاء بزاف شباب، ويقدم فرصة للطلبة اللي عندهم شهادات في المجال الطبي بكل فروعه وحابين يديروا تكوين في الطب، جراحة الأسنان، صيدلة، شبه صيدلي أو شبه طبي. ما عليك غير تتصل بينا وتعرفنا على التخصص ديالك، وحنا نوجهوك ونكونوك في توبي سبيس كووركين. زيادة على هذا، عندنا تكوينات في حركة رؤوس الأموال والتداول والتنمية البشرية وتطوير الذات، وتكوينات في الذكاء الاصطناعي والروبوتيك. وأهم شيء في هذا الفضاء أن التكوين راح يكون تحت إشراف أساتذة كبار ومختصين من الجزائر وخارج الجزائر. To be space co-working اللي هو فرع من فروع شركة أغل إنا سانتي، تقوم بكراء وإيجار مكاتب للعمل الجواري المتكامل، مفتوحة 24 ساعة على 24 ساعة و7 أيام على 7 أيام، مجهزة بأحدث التجهيزات، وتوفر قاعة للاجتماعات وقاعة عمل مشتركة. هذا الفضاء يوفر لكم المبيت والأكل لكل شخص يجينا من بعيد أو خارج الولاية، باش نضمن لكم الراحة في مكان عائلي. فريق To Be Space Co-working، فريق جد ومحترف بمعنى الكلمة. مرحبا بكم عندنا. أي استفسار أو أي معلومة، ما عليك غير تتصل بنا في الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. اليوم السوق أنوان لنا المدينة بومرداس، عند محل ديكولاند اللي متواجد بالضبط في عليليقية، وعنده كذلك في الجزائر العاصمة الغاية بالضبط هراوة. نروح نشوفه واش فيه. ديكولاند محل يبيع كل أنواع التلبيس الجداري والأرضي، وبيع كل أنواع الدهون والديكورات العصرية. Tout type de revêtement mural et sol. وزيثان يديلك بريباراسيون دو بينتور ديكوراتيف. والحاجة اللي مليحة في هذا المحل، عنده كل أنواع الدهون كيما تحب انت، والحاجة اللي تخيرها غير ديكولاند اللي تلقاها عنده. وبخومي شوى نوعية الأولى، وأسعار تنافسية عنده كيما جالاكسي، سابلا، ترافانتينو، كافيار، كامل اللي ماخ تلقاها عنده. آه يا ديكولان، واش درت فينا النوعية وحتى الجودة. وكاين الحاجات الأخرى ما قلنا لكمش عليهم من الأرضيات والجدران، جيرفليكس، بابي بان، موكيت، غازون، غرياج غازون، كول، لي تابي، بلانت بي في سي، بوستر، وكاين وكاين. غير اخدم مؤسسة ديالك ولا دارك بالطباع والشان وحاجة نقية.
وزيد ديكولانت يفتح يوميا من 9 تاع الصباح حتى للستة تاع العشية، وما ميكونش عندك الوقت يفتح على جالك في الليل، والتوصيل متوفر في 58 ولاية. ديكولانت النوعية، الجودة، المصداقية، الأسعار، التوصيل، الاستقبال. عيش يا مواطن مع ديكولاند، واللي راه ما تم ما عليه غير يتواصل معنا على الأرقام اللي تظهر لكم أسفل الشاشة. ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. اي واحد عنده محل وحاب يكريه ولا يبيعه ولا يعرض سلعة تاعه للإشهار، مرحبا بك في السوق انوان. اللي عنده قطعة ارض او فيلا وحبيت تبيعها ولا تكريها وتعرضها للإشهار، رانا هنا. اللي عنده اوتيل او مرقد او مخيم ولا بارك وحاب يروج له ويدير له الإشهار، مرحبا بك عندنا. إذا عندك سيارة، مطعم ولا حتى شركة وحبي تتسوق سلعة ديالك للإشهار، وتعيطونا على الأرقام اللي راهي متواجدة أسفل الشاشة. ومرحبا بكم في السوق أنوان، وربي يجيب السوق. السلام عليكم مشاهدينا، اليوم رانا مع مؤسسة رايزين والمنتجات الطبيعية اللي جبناها لكم في عناية فائقة ودراسة معمقة خصيصا لكم انتوما، تابعوا معنا. لكل واحد فيكم راهو يعاني من فقدان الوزن، لكل واحد فيكم راهو مشيان وحاب يزيد في الوزن تاعو وحاب يضاعف في الوزن تاعو. مؤسسة رايزين خمت فيكم وجابت لكم الحل المثالي بمنتجات طبيعية 100%. معنا اليوم مربى الحلبة الرومانية لمؤسسة رايزين. فوائد المربى تاعنا الحلبة الرومانية والفوائد تاعها اللي راهي متواجدة معنا لنهار اليوم، نذكر انها فاتحة للشهية، كذلك تساعد على تحسين صحة المرضى، يعني نتوما اللي راكم تعانيوا من فقدان الوزن ولا حافة ولا راكم مشيانين وحابين تزيدوا الوزن تاعكم، ما عليكم الا بمربى الحلبة الرومانية لمؤسسة الرايزين. وماشي هذا وفقط، مؤسسة رايزين مشاهدينا خمت ايضا مربى الحلبة الرومانية للاطفال، نروحوا نشوفوها اللي راهي حاضرة معنا لنهار اليوم. مع مؤسسة الرايزين والمنتجات الغذائية، هذه المرة جبنا لكم منتج خاص بمرض فقر الدم. منتج تاعنا مشاهدينا للكبار والصغار، يعني يبدأ من سنتين، الاستهلاك تاعه راح يكون مرتين في اليوم، يعني صباحا ومساء بعد الوجبات الرئيسية. كذلك مشاهدينا نأكد عليكم أنه هذا المنتج تاعنا لمؤسسة الرايزين كان بعد دراسات تحليلية مخبرية أكدت الفعالية تاعه أيضا ضد مرض فقر الدم وكذلك مرض بوسفاير أيضا. يعني انتوما اللي راكم تعانيوا من مرض فقر الدم ولا مرض بوسفاير، معليا غير ننصحكم بمربى فقر الدم لمؤسسة الرايزين. بالنسبة لهذه المرة مشاهدينا راهو حاضر معنا زبدة الشوفان الأصلية لمؤسسة الرايزين، هذه المرة جبناها لكم خصيصا لكم انتوما اللي راكم تمارسوا في الرياضة بمختلف أنواعها، نأكد لكم أنه راح تساعد على زيادة الطاقة في الجسم، كذلك اللي راهم يمارسوا في رياضة كامل الأجسام نقولكم ونأكد لكم أيضا أنه زبدة الشوفان الأصلية. مرحبا بكم مشاهدينا الافاضل في السوق انوان، اليوم دنا لارقى المطاعم في مدينه وهران اكزاكتومون في العقيد، اللي هو مطعم كوغاليا. شكون اللي ما يعرفش كوغاليا؟ طبع عجان وهمه. والحاجه شابه في مطعم كوغاليا هو الحوت ديالو، الحوت ديالو فري، تخير وتوزن بيدك وتلقى عنده أنواع مختلفة من الحوت وبنوعية وجودة عالية. معناه كامل واش يجي في بالك وتتشهاه من الحوت تلقاه عند كوغاليا، خير واختار أنت والعائلة ديالك. مطعم كوغاليا عنده 36 سنة خبرة في المأكولات البحرية، والطاقم تاعو كامل بالخبرة ديالهم، معناتها تاكل حوت فري وتتذوق من يد شيفان كبار. وبلا ما ننساو الحاجة المهمة هي النظافة، كلش عنده بخوبخ، يعني تاكل وانت مرتاح. الله الله عليك يا كوغاليا.
مطعم كوغان يعني ما يعرفوش كاباسيتي ديالو حوالي 350 حتى 400 شخص، فيه 2 صال و 3 تيراس، يعني من الداخل ومن برا. القاعدة تاعو شيك. وبلا ما ننساو الحاجة المليحة في المطعم كوغاليا، يفتح 24 ساعة على 24 ساعة، يعني 7/7. لا ميرسي بور لاكوي بور ميرسي كوراليا. ومن تبسة المغربية الجنوب الكبير يعني يكونوا في المطعم هذا، استقبال روعة متعة للعين، وهذه هي الجزائر الحبيبة. حاجة في في طوب ومشافه. هنيئا لكل المطاعم خاصة مطعم كوراليا، ألف مبروك والله ولي التوفيق. شكرا سلام. كوغاليا خمم فيك ودالك ليفريزون. اذا ما عليا غير نقولكم ما طراتوش هذا المطعم، واللي راه مهتم ما عليه غير يتواصل معنا على الارقام اللي تظهر لكم اسفل الشاشه. وهرم باهيه وفيفا كوغاليا فيفا. مشاهدينا الكرام، اي واحد عنده محل وحاب يكريه ولا يبيعه ولا يعرض سلعه تاعو للاشهار، مرحبا بك في سوق ان وان. اللي عنده قطعة أرض أو فيلا وحبيت تبيعها ولا تكريها وتعرضها للإشهار، رانا هنا. اللي عنده أوتيل أو مرقد أو مخيم ولا بارك وحب يروج له ويدير له الإشهار، مرحبا بك عندنا. إذا عندك سيارة، مطعم ولا حتى شركة وحبيت تسوق سلعة ديالك للإشهار، وتعيطونا على الأرقام اللي راهي متواجدة أسفل الشاشة. ومرحبا بكم في السوق إن وان، وربي يجيب السوق.